ننتقل مشاهدينا في بث مباشر إلى مطار الجزائر الدولي. هذه هي الصور التي تصلنا مباشرة من مطار هواري بومدين لمغادرة بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد نحو الأراضي المصرية تحضيرا للمشاركة في مونديال مصر والذي سينطلق غدا الأربعاء. يتواجد هناك الزميل نجيب هنان إن كان في الاستماع. نجيب صباح الخير ابتسام. صباح الخير يا سادة المشاهدين. نجيب، لو ترصد لنا الأجواء من هناك لحظات قبل مغادرة بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد لأرضية الوطن باتجاه العاصمة المصرية القاهرة. طبعا، إذا نهاية التحضيرات، نهاية الأيام العصيبة التي مرت على المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد، وطبعا بداية العد التنازلي لربما الامتحان الحقيقي في البطولة الأفضل والأكبر في هذه المنافسة، طبعا منافسة أو بطولة كأس البطولة العالمية لكرة اليد المزمع إجراؤها بالأراضي المصرية. طبعا بعد أيام من الآن المنتخب الجزائري في كامل تركيزه كما تشاهدين في هذه الصور، الأسماء المعروفة في المنتخب الوطني الجزائري يتقدمها قائد الفريق مسعود بركوس وكذلك بالرياح والأسماء التي تعودنا عليها في المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد. طبعا المنتخب الوطني الجزائري سيكون على موعد مع مباراة مهمة جدا افتتاحية ضد المنتخب المغربي، ستكون مفتاح للتأهل ربما إلى الدورة الثانية من البطولة العالمية. إذا المنتخب الوطني الجزائري حل بمطار هواري بومدين قبل نصف ساعة وأكثر بقليل طبعا على أن تنطلق الرحلة الخاصة التي وفرت للمنتخب الوطني الجزائري في حدود 8 صباحا، طبعا على أن يصل المنتخب الوطني الجزائري في وقت مبكر بالأراضي المصرية تمهيدا للدخول في الأجواء، أجواء البطولة العالمية كما تشاهدين في هذه الصور. طبعا وفد متكون من 22 لاعبا طبعا يتقدمهم كذلك بطاقمه الفني وكذلك الطاقم الإداري، يتقدمهم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد الحبيب لابان وكذلك المسؤولين وكذلك الطاقم الفني والإداري. في هذه الأثناء لو سمحت يا ابتسام سنحاول الحديث مع المسؤول الأول مع على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد من أجل طبعا ان يضعنا في صوره المنتخب، ولو ان كل شيء مضبوط لم يتبقى شيء الكثير للحديث عنه سوى المنافسه الرسميه. سي الحبيب صباح الخير. صباح الخير سي الحبيب. طبعا نهايه التحضيرات، نهايه كل شيء، اليوم ربما يوم الامتحان اقترب، ربما انت كمسؤول الاول كيفاش راي الاجواء، كيفاش راي المعنويات اللاعبين؟ الحمد لله المعنويات راهي مرتفعه جدا. الفريق نظن بان خلاص راهم تهيئ لهذه البطوله. ان شاء الله يوم 14 راحين نشوفوا مدى تهيئه الفريق، ولكن احنا متفائلين ان شاء الله باش البطوله هذه نبداها باحسن وجه ان شاء الله. سي الحبيب، اليوم كما نشاهد طبعا المنتخب الوطني الجزائري في كامل تركيزه، ربما نشوف بانه وعي كبير جدا للعناصر الوطنيه في هذه البطوله العالميه، هل ممكن ان تحدث المفاجاه التي ينتظرها الكثير من الجزائريين؟ نظن بان اللاعبين كل اللاعبين راهم واعيين بالمهمه اللي راهي تستنى فيهم، لان هذه بطوله عالميه وانتم عارفين بان احنا رايحين نرجع لهذه البطوله العالميه ان شاء الله. في هذه البطوله ناكد بان الرجوع هذا ما راهش صدفه اولا، وايضا لازم نثبت بان مستوى كره اليد الجزائريه عاود رجع ولو شويه للمستوى العالمي ان شاء الله. شكرا سي الحبيب، نتمنى لكم كل التوفيق. طبعا كان هذا المسؤول الاول اللي او على راس الكره الجزائريه. طبعا سنحاول رصد بعض التصريحات من كذلك الطاقم الفني، سنحاول كذلك الحديث مع مساعد مدرب المنتخب الوطني سي طاهر لابان.
سي طاهر تفضل معنا على المباشر، ممكن إذا كان فيه إمكانية طبعا سنحاول الحديث كذلك على الجانب التحضيري. سي طاهر صباح الخير، ربما انتهى الأمر بعد أيام شاقة من التحضيرات، اليوم ربما المنتخب الوطني الجزائري، احنا كنا تكلمنا معك في العديد من المرات وأكدت بأن المنتخب الوطني والعناصر الوطنية راهي في أوج تحضيرها وراهي مستعدة اليوم، حتى الجانب المعنوي رانا نشوفه بأنه رائع جدا بين العناصر الوطنية، هل هي قوة المنتخب الوطني الجزائري اليوم؟ السلام عليكم. إن شاء الله يعني المنتخب الوطني كما تكلمنا من قبل راهو يعني تم الاستعداد تاعو في الجزائر، والحمد لله عملنا يعني كما يقولوا بريباراسيون مليحه، الان رانا رايحين لمصر ان شاء الله، ويعني نشكروا الوزاره اللي وفرت لنا الطائره هذه اللي نتنقلوا من الجزائر الى مصر مباشره، اللي راح تكون يعني اقل تعب للاعبين. احنا الحين ما زلناش كلام كما يقولوا، ما زال ان شاء الله غير غدوه ان شاء الله نلعبوا مع المغرب، وتكون مباراة يعني اللي رانا نحضروا لها منذ شهر سبتمبر، ان شاء الله نكونوا في المستوى باش نفوزوا في المباراة هذه، ويكون عندنا امل ان شاء الله بالفوز بالمباراتين الاخرتين ان شاء الله. طبعا سي طاهر نعرفوك متفائل جدا، نتمنى لكم كل التوفيق، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، كل توفيق للمنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد. طبعا ابتسام لما سمحتي الحديث مع المنتخب او مع عناصر المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد يقودنا كذلك من دون شك للحديث مع المدرب المنتخب الوطني الجزائري سيد آلان بورت. Vous êtes en direct monsieur, donc bonjour, certainement avant de avant deux jours de cette on va dire grande compétition, est-ce que vous sentez-vous personnellement une certaine pression? C'est la pression des sportifs de haut niveau, c'est la bonne, c'est-à-dire il n'y a pas plus excitant que de faire des matchs contre les meilleurs du monde, et pour moi c'est un plaisir, voilà. Bon, personnellement c'est mon 13e championnat du monde, j'ai un peu l'habitude. Mais j'espère que la pression qui existe, c'est de la pression qui va inciter les joueurs à bien jouer, à montrer leur meilleur visage. Et idem pour le staff, on va essayer d'être au rendez-vous, de ne pas paniquer et d'aider nos joueurs. Voilà, on s'entraîne tous les jours pour vivre des moments comme ça, on ne va pas se gâcher le plaisir avec une pression négative. Coach, pour vous mettre dans l'image, tout le monde espère une autre surprise telle que vous l'avez fait avec la Tunisie. Oui, mais en Tunisie, ça faisait 4 ans que j'étais quand on a fait ces résultats-là. Là, je suis là depuis un an, un peu plus d'un an. J'avais beaucoup travaillé avec ces jeunes Tunisiens qui avaient adhéré à ce que je proposais, comme les joueurs algériens. Alors, oui, moi, j'espère une surprise, mais c'est peut-être un petit peu tôt pour qu'elle arrive. En tout cas, je pense que cette équipe, un jour, elle va bousculer les plus grands. Alors, si c'est sur ce mondial, tant mieux. Sinon, il faudra peut-être un peu de patience, mais ça arrivera. Merci beaucoup, monsieur Alain Porte. On vous souhaite tout le bonheur et tous vos chances. De toute façon, طبعاً ابتسام في هذه الأثناء طبعاً كان سيد آلان بورت يتحدث عن طبعاً الحديث عن تجربته مع المنتخب الوطني التونسي الذي حقق معه إنجاز كبير جداً بتأهله إلى أدوار متقدمة في بطولة العالم. طبعاً كل هذا وذاك في هذه الأثناء يحدث بمطار هوري بومدين في طبعاً تحديداً في القاعة الشرفية طبعاً قبل أقل من ساعة من الانطلاق إلى الأراضي المصرية، على أمل ربما أو نجاح آخر ودورة مشرفة يقوم بها المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد.